هي هو محمد علي إبراهيم كان مفاجأة بالنسبة لي لما بدأت أفتح رواية أقراها. كان يعني في رأيي إن أنا لما عاوز أصف أي عمل أدبي أو أتناوله بالنقد بيبقى محتاج عين الطائر، يعني محتاج إن أنا أعلى عن العمل وأخرج منه عشان أقدر أشوف حدوده. لكن الحقيقة الطائر كان صعب جدا يطير من المتعة الحقيقة، وأنا قارئ وزنت في اللحظة دي بين نرجسية أن أكون ناقد وإن المتعة تبقى رايقة، فأنا فضلت بقى. وأنا الحقيقة يعني طول الوقت كنت عمال أفكر أنا مستمتع للدرجة دي إزاي؟ يعني اكتشفت أولا ممكن طبيعته هو كمهندس، والله أنا يعني ما كنتش أعرف المهندس إلا من خلال الرواية. هو محمد فنان ما عندوش تزايد لغوي، هو ما فيش تزايد. اللغة عنده الحقيقة لغة متقشفة وعلى قد ما يريد أن يكون بالضبط. الحاجة الثانية إنه السرد عنه لا يتعطل، يعني في ناس ممكن يعطلوا السرد من أجل الوصف، إنما الوصف هنا شامل ويأتي محمولا على السرد، محمولا على الحركة طول الوقت. لذلك أنا ما استشعرتش بأي ملل في أي لحظة، أنا كنت الحقيقة بسابق نفسي في قراءة الرواية. أنا حكول ملاحظات تفرقة، يعني الحقيقة الملاحظة الثانية كانت بناء شخصية ليلى. الحقيقة إني ليلى تبدو لي شخصية أنثى شرسة، ما هيش أنثى رومانسية أو ناعمة بأي شكل، هي شخصية شرسة. أعتقد التحول الأساسي إنها استجابتها لفكرة حرية جسدها، يعني الجسد هو المحرك الأساسي لشخصية ليلى، وهو الذي شاركها نصفين، نصف اجتماعي هو يتوائم مع ما هو حوله، وشخص ثاني اللي هو الشخصي اللي احنا بنقول عليه شخص الجزء المنفلت اللي هو على خلاف مع فكرة الإله. عايز اقول ان دي تعد روايه، طبعا هي روايه من الروايات زي ما قيل، يعني هي من الروايات اللي هي العلاقه بين الشرق والغرب اللي اتقال فيها كتير جدا، من اول طيب صالح لاصوات بتاع سليمان صياد. لكن كانت معظم الروايات السابقه دي اللي انا جبت اسمها كانت تعتمد على فكره التناقض بين الشرق والغرب، لكن هذه الرواية بنيت على فكرة تانية، فكرة الاختلاف ومحاولة فهم الآخر، تأسست على ده. لذلك بيطرح محمد فكرة الحب كجسر لرأب هذا الصدع بين الشرق والغرب. طبعا أنا في الرواية جملة جت على لسان فرانس وهم بيناقش ليلى، فبيكلموا عن حضارتهم وحضارتنا، فبيقول لها شيء طبيعي ان الحضاره الكبيره تستوعب الحضاره الصغيره. اعتقد هذا تقال كلمه الاستيعاب. كلمه الاستيعاب بدت لي خطيره بالنسبه لي، لانها الاستيعاب كان يعني ابتلاع الحضاره. لكن المدهش ان برغم ان ليلى هي اللي راحت الى الشمال وكادت تكون جزء من المجتمع الجديد من الحضاره الجديده، الا انها اللي بتنتهي الروايه بان فرانس نفسه هو اللي بيرجع يلبس الجلابيه ويلف الشال عشان يتجوز صفاء. لا، ما فهمته في الجمله الاخيره انه بيقول لها قول للشيخ جابر، قول للناس اللي جايين لك ما عندناش بلد. هو قبلها بصفحه بيقول انه مش جاي يورث، هو انا مش هورث. لا جاي مش جاي يبيع ورثه، يعني جاي ياخد نسخه جديده من جاي يقعد في بيت مراته. جاي ياخد نسخه جديده من ده هياخد صفاء، وده بيعني ان الحضاره ايضا الحضاره الصغيره ممكن تستوعب حضاره كبيره. حصل ده. طبعا حاجه ثانيه اقول على اسم الروايه، هو اسم الروايه يبدو تقليديا وشاحبا، لكن خد بالك ان ده الشحوب اللي ممكن يجعل منها اسطوره. لان فكره
ليلى وفرانس، فكره الاسمين المزدوجين دي اللي هي فكره التي تتردد في اساطير كثيره، وزاد عليها ان لاول مره اخد بالي ان الانثى تسبق اسم الانثى يسبق اسم الذكر في هذه، وده يعني دي نقله مختلفه، لان حتى في الميثولوجيا الغربيه كان روميو وجولييت دايما الذكر ليلى اسمه ليلى لا تسمى عنتر وعبلة انما الحياه الجديد ان يجي ده، وهو في النهايه هو بيتكلم عن الشرق والغرب، هو بيختصرها شرق وغرب، هو يبدو ان العنوان باهتا شاحبا، لكن ممكن هذا الشعوب يكون امتداد، يكون يحاول ان يؤثر هذا العمل. شكرا.